بيتر والعمالقة، حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، كان شاب يعيش في مدينة صغيرة تحيط بها الجبال، وكان هذا الشاب يعمل خياطا. المربى اللذيذة، توت، مشمش، مربى البرقوق، المربى اللذيذة، مربى، المربى. أعطني أفضل مربى لديك إذا سمحت، تلك التي تمنحني القوة. حسنا، ولكن لماذا تنوي الحصول على تلك القوة؟ سوف أصبح رجلا قويا وأجوب بلاد العالم، أبحث عن المغامرات. نعم، يجب أن أكون قويا. رغم أن حجمك صغير إلا أن لك حلما كبيرا للغاية. حسنا، ها هي المربى. شكرا. إنه ليس بحلم، نعم قريبا سوف أفعل شيئا دون شك أفاجئ به كل من يقول عني صغير. ها؟ ابتعدي، لقد غضبت الآن. ما هذا؟ واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع. قتلت سبعة بضربة واحدة. يا للقوة الخارقة، سوف أصبح رجلا شهيرا. نعم يجب أن أفعل شيئا. يجب أن أجعل كل الناس في المدينة بل في العالم كله يعرفون من أنا. قام بيتر بصنع حزام طرز عليه هذه الجملة، سبعة بضربة واحدة. قرر بيتر أن يغلق دكانه ويبدأ رحلته مرتديا حزامه. سبعة بضربة واحدة، سوف يعرفون من أنا. لم يبق معي سوى قطعة جبن واحدة. هذا العصفور، لكن لا أعبأ بذلك، فدمت قويا. تعال تعال معي، سوف أحتاجك. تعال هيا. راح بيتر يمشي في سرور. التقى بيتر بمارد كبير عند سفح الجبل. من أنت؟ يا أهلا بك أيها المارد، أرجو أن تقرأ هذه الكلمات المطرزة على حزامي، اقرأها. ماذا كلمات على حزامك؟ سبعة بضربة واحدة، لابد أنها سبعة براغيث. نعم. لا طبعا، يمكنني أن أضربك بهذا الحزام فتصبح الثامن، هذا سهل جدا علي. نعم. لقد أصبتني بنوبة من الضحك، تضربني أنا، أنا الذي يمكنني أن أخرج الماء من الحجر. ما رأيك أيها الصغير؟ حسنا، إنه أمر بسيط. كان هذا رائعا. كان المارد ضعيف النظر ولم يميز بين الحجر والجبن. لنرى من يرمي الحجر أبعد. هذا ما كنت أتمناه. حسنا، دعنا نقذف الحجر إلى الأعلى، ومن يسقط حجره أولا يكون هو الخاسر. هيا نبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة. ما رأيك بهذا؟ لقد قذفت بحجري إلى السحاب، ألم ترى ذلك؟ ألم ترى ذلك بعينيك؟ أخرج بيتر الطائرة من جيبه فطار إلى السماء مستمتعا بحريته، واندهش المارد. إنك غريب الأطوار حقا أيها الصغير، لا بأس، هل يمكنك أن تقطف بعض الكرز؟ حسنا. ياهو. ألا تستطيع أن تمسك بهذا الغصن؟ تكلم. أنا قادر على ذلك، ولكني فضلت أن أقفز عبر النهر إلى هذا الجانب، فالكرز متوافر بكثرة على هذه الشجرة. أترى؟ إنها مهارة تعجز أنت عنها. هذا حسنا، انظر. أجلنا أجلنا. هل تقر بهزيمتك؟ نعم نعم نعم. إنك جبان رغم كل هذه الضخامة. حسنا، يجب أن أذهب. وداعا.
وهكذا استطاع بيتر أن يعبر النهر ويكمل رحلته. وذات ليلة وصل بيتر إلى مدينة يوجد فيها قصر، وكان يشعر بتعب شديد فنام في حديقة القصر. قد يكون أحد المحاربين قام بقتل 7 من جنود الأعداء بضربة واحدة، هذا ما أراه. إنه أمر مزعج أن يترك مثل هذا الرجل طليقا، أيجب أن نذبحه وهو نائم؟ أوه، من العار أن نقتل محاربا بهذه القوة. أوه نعم، عندي فكرة. ماذا أفعل؟ يجب أن أضع حدا لمعاناة الشعب. نعم، كان بالمدينة ماردان شريران يسببان الإزعاج لأهل هذه البلدة. سيدي، لقد ظهر محارب قوي قام بقتل 7 بضربة واحدة، صدقني. كارثة! إنه محارب جبار وقد قتل 7 من خصومه بضربة واحدة. يا سيدي، إنه قوي جدا. إنه هبة أرسلت لنا من السماء، أحضره إلي بسرعة. أمرك. وهكذا ذهب بيتر لمقابلة الحاكم. سوف أكافئك إن قمت بقتل ماردين، أحدهما يقطع 6 رقاب بضربة واحدة، والآخر يسلخ جلود 5 أشخاص في لحظة. وأنا أيضا أتوسل إليك. حاضر، هذا أمر بسيط. ها هما. حسنا، سوف أبدأ خطتي الآن. ترى ما الذي يدبره بيتر؟ إنه يريد أن يشعل معركة بين الماردين. خذ هذه. أنت أيها المارد، كيف تجرؤ على ضربي؟ أنا لم أفعل، أنا نائم. خذ هذه أيضا. لماذا تزعجني هكذا؟ أتريد أن نتشاجر؟ حسنا، خذ. إنه عمل رائع، أنت منقذ هذه البلدة يا بيتر. نعم. هذا أمر بسيط يا سيدي. نعم سيدي، لقد هرب الحيوان البري الضخم الذي كان يحتفظ به الماردان. نعم، ماذا، حيوان بري؟ بيتر أنقذنا. اسمع بيتر، إذا قتلت الحيوان البري تصبح الأميرة زوجة لك. هل هذا صحيح؟ حسنا، يهو. النجدة، النجدة. فليختبئ الجميع، فليختبئ الجميع في القصر. هيا اختبئوا، اختبئوا. النجدة، النجدة. تقدم، تقدم. واضح أنه يسير في خط مستقيم. انتظر، انتظر أيها الحيوان الهائج. اتبعني، اتبعني. وهكذا تم الإيقاع بالحيوان البري الهائج.
وتزوج بيتر الخياط الفقير الذي كان يسمى بالصغير من الأميرة، وهكذا أصبح حاكما لقاء ما أبداه من شجاعة وحكمة.